كما هي العادة لازم نبتدي معاكم دايما بأخبار النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله هيستأنف النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بعد فترة راحة استمرت لمدة 6 أيام. عرفنا من خلالها أن كل اللعيبة بقى إيه انتشروا في جميع أنحاء الجمهورية، اللي راح الجونة، اللي راح الغردقة، اللي راح شرم الشيخ، والحقيقة إجازة مستحقة جدا جدا جدا، مفيش ذرة شك في ده. افتكروا كده حضراتكم وعملوا فلاش باك الفترة اللي فاتت، الفترة الكبيرة مش فترة مش كام أسبوع، بقالهم قد إيه مضغوطين بشكل ملفت جدا للنظر، سواء مباريات محلية، مباريات قارية، معسكرات، تدريبات إلى آخره. فالحقيقة هم كلهم جديرين بهذه الأجازة والراحة السلبية. المهم يعني هيرجعوا طبعا استعدادا بقى لمباراتي الترجي التونسي. الأهلي هيلاعب الترجي التونسي في رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي البطولة، وإن شاء الله هيخوض مباراة الإياب يوم 26 يونيو في القاهرة. ومن المقرر أن الفريق إن شاء الله هيسافر إلى تونس يوم الثلاثاء الجاي بطيارة خاصة قبل موعد المباراة ب4 أيام عشان يلحقوا يتعودوا على الأجواء في تونس طبعا استعدادا لهذه المواجهة الكبيرة والنارية. يمكن في فترة الراحة كان في توجيه من الجهاز الفني للنادي الأهلي لكل اللعيبة، طلبوا منهم أن هم يتفرجوا على أكبر عدد ممكن من مباريات الترجي التونسي خلال فترة الراحة عشان يتعرفوا على تفاصيل أداء لاعبي بطل تونس. كل ده ضمن استعدادات الأهلي للنصف نهائي البطولة الإفريقية اللي تأهل ليها بعد ما أطاح بسان داونز الجنوب إفريقي، بينما فاز الترجي التونسي على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة قوية جدا. طبعا كلنا أمل في التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكلنا أمل إن هم إن شاء الله هيقدروا يحافظوا على اللقب اللي بيحمله فريقنا بعد ما فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة اللي فاتت. كلنا منتظرين مباراة قوية من النادي الأهلي إن شاء الله، وبإذن الرحمن الفوز يكون حليفنا عشان تتحقق بقى أمنيات كل الأهلاوية في كل مكان. العشرة يا أهلي إن شاء الله.